وصلنا معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية، معهد عريق جدا بينتج لقاحات أظن إن هي من الأفضل في العالم بأحدث تكنولوجيا. المكان بقى فوق كل ده وده جنة الله في الأرض، حاجات شجر جميل جدا، زرع، نظام، دكاترة ماشيين على أعلى مستوى. دخلت مكان تحس إن أنت داخل أوروبا، مش عاوز أقول أوروبا بقى إني مور، لأن مصر دلوقتي الاتجاه اللي إحنا ماشيين فيه بإذن الله هنبقى أحسن من أوروبا وأمريكا، وهنبقى من دول العالم الأول المتقدمة. طول ما في ناس زي اللي موجودين في المعهد ده كل هدفهم إن هم يطوروا، يعملوا ريسيرشز، يعملوا أبحاث، ويعملوا بعد الأبحاث دي منتجات تكون إفكتيف وتحافظ على الثروة الحيوانية اللي موجودة في مصر، مش في مصر بس، ده ممكن نقول في الوطن العربي كله وقريبا إن شاء الله العالم. معانا مدير معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية، نقدر نقول راجل ناجح جدا ما شاء الله، سمعته تسبق أفعاله، وفي نفس الوقت المعهد في عهده بدأ ينشط أكتر، بدأ يتجه أكتر للانفتاح، بدأ يتجه أكتر إن هو ينتج منتجات نقدر نقول تقابل احتياجات السوق اللي احنا محتاجينها. يعني مثلا يكون عندنا أمراض معينة في أي فصيلة، الدكتور من قبل ما يحصل المرض ده بيبتدي يعملوا الأبحاث بتاعتهم عشان يطلعوا لنا الأمصال اللي تقاوم هذا المرض. اهلا يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك، مشرفنا يا فندم، ويعني احنا سعداء جدا بتواجد حضرتك والساده القائمين على العمل مع سيادتك في المعهد، وبنشكر بوجود قناه المحور معانا ممثله في شخص حضرتك يا دكتور، وان شاء الله يعني احنا بنفخر بالكلام اللي حضرتك قلته علينا، بيعتبر وسام على صدرنا. ده اقل من الحقيقه، ربنا، لان احنا لسه هنبص مع بعض ونوري المشاهدين بقى ايه الحقيقه بالكامل. والله احنا هنشرف ان شاء الله خلال الجوله دي مع حضرتك، ونتمنى ان شاء الله واحنا متاكدين ان رساله حضرتك توصل للناس ان شاء الله. طب حضرتك يا فندم، احنا النهارده الجوله بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه؟ والله يا فندم احنا هنزور ان شاء الله الاقسام الانتاجيه عشان يبقى على الطبيعه، حضرتك شايف العمليه الانتاجيه بتتم ازاي. واول حاجه احنا هنمشي طبعا في المعهد، وبعد كده هنخش وايه على الممر ده يا فندم، وايه احكي لنا شويه كده ايه الجمال ده يا فندم. طبعا هو بدات انا الناس مش يعني اما يشوفوا المنظر ده يفتكروا ان احنا مستحيل نبقى في حاجه حكوميه. لا يا فندم، احنا الحمد لله في معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه اللي انشئ سنه 1903، وده الجزء الاداري اللي موجود في المعهد. زي ما حضرتك شايف ان احنا الحمد لله بفضل الله ثم العاملين في المعهد بنحافظ على المسطحات الخضراء، النظافه كمان يا فندم، النظافه يعني مش لاقي ورقه، مش لاقي حاجه مرميه، مش لاقي واحد. يعني انا عارف ان طبعا ممكن المشاهدين يقول لك يا عم هم عارفين ان انت جاي تصور فمنظفين، بس انا اقول لك الموضوع بقى ان انا باجي هنا على طول بشتري كل لقاحاتي عشان انا بعالج الخيول وبثق في المعهد بتاعي، ما بستخدمش اي لقاحات خالص في اي حصان مهما كان الحصان ده مين الا من المعهد هنا. فكل لما اجي كنت بلاقي نفس المنظر ده، فدي حاجه تحسب لكم. ربنا يخليك يا فندم، تسلم يا فندم، ده يعني كله بفضل الله ثم دعم سيادتك، وان شاء الله بنوعد حضرتك والساده المشاهدين والمربين بمزيد من التطور في ظل دعمكم لينا. طبعا يا فندم احنا لازم ندعم، ليه؟ لان احنا شايفين نموذج ناجح، واظن ان هي تبقى خيانه لاي رجل وطني ان هو لا يدعم مؤسسه بلده في ظل ان هي بتنتج له وبتحقق له رغباته وبيسعى بحاجه تبع البلد، وحاجه عايزينها تكبر، وحاجه عايزينها تبقى يعني توصل عنان السماء ونفتخر بيها. انا بصراحه لو جالي اي واحد من اوروبا، من امريكا، اي عالم وخدته هنا هذا المكان افتخر بيه، يعني هيمشي في المنظر ده مش هيلاقي عنده في بلده زيه. فيا ريت نفهم الكلام ده ونقف جنب علمائنا الافاضل، وزي ما بنقول نرفع لهم القبعه على مجهودهم بدل ما نكسر النجاح. احنا هنروح فين يا فندم اول حاجه؟ الاول يا فندم احنا هنمشي مع سيادتك في من خلال طرقات المعهد زي ما سيادتك شايف، وهندخل على مبنى انتاج لقاحات حيوانات المزرعه، وهنشوف حيوانات المزرعه اللي هي ايه اللي هو الابقار والجاموس والاغنام والمعيز. أيوه. والماعز والكلام ده كله. ايه احدث نجاحات القسم ده؟
والله احدث نجاحات القسم ده ان هو انتج لقاح الحمى القلعيه الرباعي، لان زي ما سيادتك عارف ان في اخر سنه 2018 كانت ظهرت عتره جديده اللي هي السات تو ليبيا، وقدرنا الحمد لله في خلال شهر بالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه نحصل على العتره او المعزوله المرضيه الممرضه، ودي بتبقى جايه بمواصفات لا تصلح لانتاج اللقاح. هنا بيجي دور الساده الباحثين اللي موجوده في المعهد، وده الخبره الكبيره بتاعتهم انها بتحول المعزوله ديت لبذره لصناعه اللقاح، عطره بذره عطره تصلح لتصنيع اللقاح. ونجحتوا في ده، ونجحنا الحمد لله في خلال وقضيته على المرض، وفي خلال شهر كان اللقاح نازل في الحمله القوميه للتحصين ضد الحمى القلعيه، وبعدين اضفناها على اللقاح الثلاثي، واصبح اللقاح بيضم اربع عطرات الاي والاو والساتو 2012 والساتو 2018. النهارده الحمد لله نقدر نقول المرض ده موجود بنسبه قد ايه في مصر؟ الحمد لله يعني لم يسجل بؤر خلال الفتره الماضيه من خلال الحملات القوميه للتحصين اللي هي بالتعاون ما بين المعهد وكلها من المعهد ده البيطريه. بالظبط يا فندم، ده نجاح ده لوحده. تعرفين يعني ايه حمى قلعيه؟ حمى قلعيه يعني مرض وبائي يقضي على الماشيه بتاعتك، المام بتاعك كله، ما تعرفش تاكل لحمه. المرض ده تم القضاء عليه من هنا من معهد بحوث الامصال واللقاحات بالعباسيه. القسم ده بيحقق الفتره اللي فاتت دي، وعليك يعني هتكونوا اول يعني برنامج هيشوف الموضوع دوت، واول ناس هتلقي الضوء عليه ان شاء الله، ان احنا هنبدا نحول الانتاج بتاعه من نظام الخلايا احاديه الطبقه لنظام الخلايا المعلقه. لما كنت في الاتحاد المصري للفروسيه كنا عملت ريكومنديشن للقاحات هنا، والاتحاد اشترى هذه اللقاحات عشان يحصن بيها خيل مصر كلها بتاعت الفروسيه، والحمد لله ما ظهرش ولا نتيجه الحمد لله سيئه خالص. انا كل تعليقي كان على الباكينج شويه يا دكتور، ما كانش على قدر المحتوى. بالضبط. المحتوى عالي جدا والباكينج بتاعه نقدر نقول متوسط، وحضرتك طمنتني جوه بحاجه عاوزك تقولها للمشاهدين. هو فنه تم امداد المعهد الحمد لله باجهزه تعبئه ولزق الستيكر على احدث طراز اوتوماتيك، وسيادتك هتشوفها على الطبيعه دلوقتي مع الساده المشاهدين. يعني حضرتك اهتميت بالنقطه دي؟ طبعا طبعا. وبعدين عملنا دلوقتي كمان حولنا النظام الكابنج بتاع المعهد كله لنظام الفليب اوف وليس الكبسولات الالومنيا السابقه. ده فعلا دي كانت بتضايقنا جدا يا فندم. بالظبط. في برضه نقطه الستيكر اللي هو كان مثلا بتاع لقاحات زي السعار واللي كان بيحتاج يعمل بيها رخصه ما كانش بيتشال بسهوله من على الزجاج، قدرنا دلوقتي ان احنا نطوره بحيث ان هو اصبح يتشال ويتحط على. فاهمين يعني ايه الاستيكر؟ لان انت لازم تثبت كدكتور ان انت حصنت حيوان معين، فبالتالي بتشيل الاستيكر اللي هو بيبقى مفروض ريموفابل من على الباك بتاعتك، وتحطه في الشهاده او في الجواز السفر بتاع الحيوان. بالزبط. او في بطاقه التعريف بتاعه الحيوان. نقدر نقول ان احنا هنشوف منتجات العباسيه في العالم كله ان شاء الله يا فندم. احنا يعني الحمد لله الفتره اللي فاتت يبقى مصر يا فندم بتنتج لقاحات. ده حاجه يا جماعه افهموا، احنا علميا نفسنا بجد يبقى في علماء زي اللي موجودين هنا نتباهى بيهم ويطلعوا منتجات ميد ان ايجيبت وبتاعت الحكومه. يعني تخيل اما حكومتك اما بلدك هي بتنتج هذه اللقاحات بعلمائها، وبالتالي العالم كله يستفيد. قد ايه ده فخر لكل واحد مصري، وقد ايه ان احنا كلنا لازم نقف ورا هذه المؤسسه من غير اي حسابات شخصيه. تحيه يا دكتور ليك والله يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم. احنا اللي بنشكر معاليك على يعني الحلقه اللي هي فعلا وسام على صدر المعهد ان احنا نكون في الشرف. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف ومع لينا ومع الفريق النشيط اللي مع حضرتك اللي هو من ساعه ما جه المعهد وما شاء الله يعني ده واجب علينا يا فندم. انا تملي بنقول البرنامج او الوسائل الاعلاميه يا جماعه هي ليست صحيح البرنامج بتاعنا اسمه 60 شو، بس المقصود منه ليس الشو او ان انت تعمل حاجه مجرد تفرقع، لا، انت عاوز وقت تحافظ على قيم معينه، وعاوز تحافظ على علمائك، وعاوز تحافظ على التراث اللي عندك، وعايز تنمي كل الكلام ده، فلازم نستغل هذا المنبر ان احنا نبتدي نوصل رساله للناس. من غير الناس اللي بتوصل رساله، المبدعين والمجتهدين في كل مجال، مفيش اعلام، لان هم دول اللي احنا عاوزين نسلط عليهم الاعلام. تمام يا فندم. مين اللي عمل المعهد ده؟
المعهد يا فندم انشئ سنه 1903، ولما انشئ ساعتها كان بيتبع وزاره الداخليه، قسم الصحه في وزاره الداخليه لحمايه الثروه الحيوانيه من مرض الطاعون البقري. وقدر المعهد بفضل الله ثم الباحثين اللي موجودين فيه ان هو فعلا تعلن مصر خاليه من مرض الطاعون البقري. ثم بعد كده بظهر مرض طاعون الخيل، واكيد سيادتك طبعا طبعا. وقدر المعهد برضه بفضل اللقاح الافريكان هورس سيكنس بالظبط، ومصر الحمد لله اعلنت برضه خاليه منه بفضل الله ثم الباحثين اللي انتجوا لقاح طاعون الخيل في مصر. هو يا فندم يعني حضرتك بتقول هذا الكلام ان المعهد ده هو كان خط الدفاع الاول؟ بالظبط يا فندم، هو خط الدفاع الاول بالظبط. طب معهد البحوث اللي موجود في الدقي، ايه الفرق بينكم وبينهم؟ اصل في اختلاط، ناس كتير قوي مش فاهمين ايه اللي ان هنا طريقه شغل معينه ودي طريقه شغل معينه، عاوز اعرف ايه اللي بقى. هو فندم معهد البحوث الصحه الحيوانيه بيبقى هو البدايه، لان هو ده اللي بيقدر يشخص الامراض في الحقل المصري. مجرد ما يتاكد ان في مرض ظهر بيبدا يمدنا بالعتره ديت. دور الباحثين هنا وده الكفاءه العاليه اللي هم فيها، ان هم بيقدروا يحوروا العتره الحقليه ديت ويخلوها عتره صالحه لصناعه اللقاحات، وده النوها او سر تصنيع اللقاح على مستوى العالم. يعني كده يا فندم حضرتك لخصتها لنا. دكتور محمد يا جماعه بيقول لكم حاجه بسيطه، ان معهد البحوث الصحه الحيوانيه اللي موجود في الدقي، المعهد المحترم العريق، هو برضو المسؤول الاول عن تشخيص جميع الامراض، وهو يعتبر برضو حصن حصين لل وهنروح لهم على فكره قريب يا جماعه، احنا لازم هنروح نغطي برضو، لان ده برضو صرح جميل بالزبط. والدكتور زي ما بيقول هو بيبتدي لنا الموضوع، يعني هو اللي بيشعل الشراره واحنا بنكمل على شرارته ونبتدي ننتج. هندخل بقى يا دكتور تورينا الحاجات. اتفضل يا فندم. احنا دلوقتي ان شاء الله داخلين على قسم انتاج لقاحات حيوانات المزرعه، وان شاء الله هنشوف هو المبنى كله يا فندم، من اول اوضه الخدمات اللي فيها احدث اجهزه بتمد المبنى بمياه صالحه للحقن وبخار نقي، وفي الشيلرز لحد لما نوصل لمكنه التعبئه اللي بتطلع المنتج النهائي، مرورا بكل مراحل الانتاج زي ما معاليك هتشوفها معانا دلوقتي ان شاء الله. وحضرتك بتقول الاجهزه دي كلها اجهزه جديده؟ بالظبط يا فندم، حضرتك هتشوف دلوقتي احدث اجهزه انتجت على مستوى العالم، امريكيه ومن المانيا، من افضل الشركات العالميه. اشترى الاجهزه دي المعهد؟ والله المعهد الحمد لله قدر يوفرها من التمويل الذاتي الخاص بالمعهد، وده كان احدث تحديث حاصل في المعهد، حضرتك هتشوفه دلوقتي مع الساده المشاهدين. قد ايه المعهد ده بيدخل دخل قومي للبلد في السنه باختراعه واحد يا فندم؟ حضرتك تخترعه هنا في المعهد العريق الجميل ده بعلمائنا، الاختراع ده يتباع بره مصر ويعمم في دول العالم، لو هو حاجه على مستوى عالي يدخل مليارات الدولارات. منتج واحد ممكن يدخلك مليارات الدولارات لبلدك، لان انت بتتكلم في ثروه حيوانيه يعني ما بتخلصش. احنا البني ادم مش هيبطل يعتمد على الحيوان، والحيوان مش هنسمح ان هو يحصل له حاجه، فبالتالي هي سلسله مرتبطه مع بعضها، فلازم تقف جنب مصر ام الدنيا. يلا بينا. ايه موضوع الكارت ده؟ ده كاني دخلت فيلم اجنبي. ها والله يا فندم، احنا هنا المبنى ده طبعا لان سيادتك عارف ان هو بيشتغل في فيروسات زي القلعيه والريفت فالي، وبالتالي الفيروسات ديت بتعتبر ثروه قوميه، فانت حضرتك بتبقى عايز تحافظ عليها للمتخصصين اللي شغالين فيها فقط لا غير. فالكارت ده لفقط الشخص اللي حضرتك مديله تصريح؟ بالظبط يا فندم، الاوثرايزد بيرسون بس هو اللي بيخش في المكان ده، بيبقى معاه الكارت ده زي اللي انا فتحت بيه المعاليك. بيبدا يوجهه للاكسس كنترول يونت، الباب بيفتح معاه اوتوماتيك ويبدا يخش. حضرتك عارف ان عليه يا فندم ان هو الباسورد، الباسورد ده بيظهر على لوحه التحكم اللي معاليك هتشوفها هنا دلوقتي. يحدد له الكارت ده متسجل باسم مين، ودخل الساعه كام، وخرج كمان الساعه كام لما بيجي. طب ايه ده بقى؟ ايه الاوضه دي؟ دي يا فندم السنترال روم، دي اللي فيها الكاميرات وفيها الكنترول بتاع الاكسس كنترول كله، وفيها جوه وحتى الكارت ده كل الاقسام ما بتشتغلش غير بالظبط يا فندم. دلوقتي يا فندم احنا هنشوف الاجهزه الخدميه اللي بتبدا تمد المعمل فوق باحتياجاته من البخار النقي والميه الصالحه للحقن، وهستاذن عليك ان هيكون معانا الدكتور ايهاب السيد. اهلا دكتور ايهاب، باحث اول في القسم،
وعايز برضه يعني اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين ان جميع البحوث اللي بتتم في المعهد هي بحوث تطبيقيه، وبيكون المحصله بتاعتها انتاج اللقاحات اللي بتبقى في ايدي الساده المربين. هتورينا ايه بقى؟ احنا هنا في منطقه الخدمات، منطقه الخدمات ديت هي اللي بتمد القسم كله من فوق بالاحتياجات من ميه، من بخار. احنا عندنا هنا محطه الميه زي ما احنا شايفين، دي محطه ميه. هي دي بالظبط كده. المحطه دي زي ما حضرتك شايف كده ساعتها التانك ده 3000 لتر. بتبدا ناخد الميه اللي هي جايه من 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 الحكومه، الميه العاديه، بنبدا نعمل لها عمليه تنقيه في الاول ونشيل الاملاح اللي فيها بطريقه معينه زي ما حضرتك شايف كده. دي الشاشه بتاعه المحطه، دي اللي بتبدا منها تقدر تقول لي التانك اللي عندي الفاينل ده، كل ستيب من المراحل دي كلها بشوفها هنا على الشاشه عندي عشان اقدر احكم لو في مشكله عندي في اي مرحله، ابدا اشوف المرحله دي هي اللي فيها المشكله. دي ترمبات السحب هنا، هو دي الصمامات المفتوحه، المفروض الصمامين دول همت مفتوحين، الصمامين دول همت مقفولين عشان ده يعدي في اتجاه واحد. فطبعا كل حاجه زي ما احنا شايفين ان هي بتبقى مظبوطه كمبيوترايزد 100%. بالظبط. بنبدا ناخد من الميه اللي هي البيوريفايد ووتر دهيت، اللي هي الميه النقيه، ونبدا ندخلها على التعقيم. بنعقمها بتبقى تديني ميه اسمها دبليو اف اي اللي هي الووتر فور انجكشن، دي اللي هي بتستعمل مع الانتي مع المضادات الحيويه والكلام ده كله، اللي هي الامبولات اللي تيجي. الميه دي هي دي اللي احنا درجه الميه دي اللي احنا مسموح لينا باستعمالها في كل خطوات انتاج اللقاح. خطوات انتاج اللقاح بالظبط، اي حاجه هيلمسها اللقاح لازم تكون مغسوله ومتعقمه بالميه اللي هي الصالحه للحقن. فده الجهاز اللي احنا شايفينه هنا، هوت الجهاز ده هوت هو المسؤول عن انتاج البخار النقي، وده زي ما احنا شايفين كل السيستم طبعا بيطلع فوق بمواسير. بعد كده هوت طبعا احنا من الحاجه المشكله هنا هوت، يعني لا قدر الله لو محطه الميه وقفت ايه بقى؟ هنقف. فطبعا لازم يبقى في حاجه بديل، فده اللي حضرتك كنت بتسال عليه، دي محطه الميه البديله. تمام. اما محطه الميه دي تقف، دي محولين على الثانيه يبدا فيها. ده اللي احنا بنفتقده في مصر دايما، اللي هو سياسه اداره الازمه. إدارة الأزمة إن أنا جايب أحسن جهاز بأحسن معدات كومبليتلي كومبيوترايز بالظبط، ومع ذلك لازم جايب البديل بتاعي. لازم يبقى في بديل، لازم يبقى في بديل. وحدة المياه المبردة دي بتاخد هي دي المسؤولة عن تبريد المية، بناخد على من الشلرات على الهيبا فلتر ده هوت. الهيبا فلتر ده عشان يمد لي القسم كله فوق بهواء نقي مبرد، يبقى الجو كله اللي موجود عندي درجة حرارته مناسبة للعمل ومناسبة للإنتاج في نفس الوقت. وفي نفس الوقت برضو إن إحنا بناخد الميه المبرده دي عشان نستعملها في تبريد في مراحل الانتاج عندنا في التنكات وتبريد التنكات وكده اهوت. برضو ايه يعني ما بنضيعهاش الميه، بنستفيد بيها من الناحيه الثانيه. هنبدا ان شاء الله باذن الله دلوقتي نطلع نشوف خطوات الانتاج ونبدا نشوف. يلا بينا يلا بينا. دلوقتي يا فندم احنا هنبدا ندخل بقى في المراحل الانتاج المختلفه، بدايه من اول خطوه ان احنا بنبدا نخش بالنسبه للساده الباحثين بيغيروا الملابس بتاعتهم وياخدوا الشاور وياخد ملابس العمل يبدا يخش بيها، ده اساسي. وبعدين بالنسبه لحضراتكم برضو هنبدا بقى نلبس البلاط الديسبوزابل ونغير الكود بتاعنا ونلبس المعدات الشخصيه اللي هتؤهلنا ان احنا ندخل مكان الانتاج. حاجه هايله، يلا بينا يا فندم. اتفضل يا فندم. دلوقتي ان شاء الله هنبدا نخش من اول خطوه عشان نبدا نخش مراحل الانتاج، ان احنا هنبدا نغير الملابس بتاعتنا علشان تلائم المكان اللي احنا داخلين. من اول المدخل. وطبعا نفتح في الاول برضو بنفتح بالكارت زي ما معاليك عارف. اتفضل يا فندم. ده هنا بقى، هنا تغيير الملابس هنا. بالظبط يا فندم. We'll be right back.
هنا دخلنا عند مراحل الانتاج. فالدكتور محمد قال لي لازم تلبس من فوق لتحت وتعقم نفسك وتغسل ايدك يعني عملوا لنا شغل جامد جدا عشان في الاخر يعني انا خايف حتى اعمل ده عشان الدكتور ما يزعلش مننا. فحاجة محترمة جدا. هندخل بقى نبص على المراحل بتاعت الانتاج وما تتخضوش. اللي فتح التلفزيون فجأة ولقاني كده ما يتخضش، احنا في معهد الامصال واللقاحات العباسية. ها انا زي ما انا والله. يلا يا فندم. احنا هنا فين يا دكتور؟ هنا منطقه الشاورينج. بيبدا زي ما احنا قلنا ان بيبدا يغير ياخد هدومه، شاور هنا ياخد شاور ويبدا يتنقل على المرحله الثانيه اللي هو يلبس اللاب كود بتاعه واللبس المخصص للمعمل، يبدا يغير ويبدا يخش بقى عشان يبدا على مراحل ده الباحث. ده باحث او اي حد من العاملين بالمبنى يعني. حاجه هايله. يلا بينا يا فندم. احنا هندخل فين بعد كده؟ هنبدا نخش بقى على اول مرحله في انتاج اللقاح. هنبدا ليه مرحله ايه؟ اول مرحله هنا بالنسبه لنا مرحله انتاج الفيروس. طب يلا بينا. احلى حاجه احنا دخلنا من باب الاول واحد اللي هو غيرنا هدومنا، تمام، وبعدين دخلنا بعد كده منطقه الشاور، وبعدين دخلنا بعد كده منطقه تغيير الملابس، لبسنا بقى ملابس المعمل. ملابس تمام. المعمل وهنبدا نخش، وبعدين دخلنا من باب هنا، وبعدين من باب لباب هنا كمان بالظبط كده. هنا بقى ده الفيميل. الفيميل هنا المكان اللي هو اللي هيعدي منه الميل والفيميل مع بعض بالظبط كده. انا بس قبل كده لازم اسلم على دكتورتي العزيزه الدكتوره ماجده انيس. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا دكتور، منور. دخلت لقيت الدكتوره يعني مرسي. متخفيه جوه. دكتوره ماجده انيس استاذ في معهد الامصال واللقاحات، وكيل المعهد لانتاج اللقاحات الفيروسيه حاليا، وكنت سابقا رئيس قسم الفصيله الخيليه. ما شاء الله يا دكتوره، يعني حضرتك مش محتاجه. ميرسي، ربنا يخليك. تعرفي الناس ان حضرتك عالم. تعيش. ميرسي يا دكتور. المكان يا فندم جاي انك انت بتدخل من الناحيه دي علشان الناس ترتدي الملابس بتاعتها اللي هي البي بي اي، البروسيدير بروتكتيف اكويبمنت او وسائل الحمايه الشخصيه، وبالتالي سيستم الدخول لازم يكون من هنا. بعد كده كل واحد بيتخصص في مجال عمله، اللي بيخش على الفيروس بيخش على الكولودور ده، اللي بيخش على انتاج الخلايا بيخش على الكولودور الاخر. دلوقتي دي المرحلة الأولى من تصنيع اللقاح، مظبوط؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ إحنا هنا بالنسبة للمرحلة إن هو دي غرفة التعقيم واستقبال أي حاجة تم تعقيمها. فإحنا هنا هو عندنا أول حاجة في المكان هنا هو ده اسمه دبل دور أوتوكلاف، أو عبارة عن جهاز تعقيم أوتوكلاف بذبابين. الباب طبعا هي المنطقه دي اسمها استرايل اريا، فعشان كده انا ببدا اعمل فيدنج للاوتوكلاف ده، او ان انا احط فيه الحاجه من الباب الثاني زي ما احنا شايفين ان هو ليه باب الناحيه الثانيه. الباب ده هو بنحط فيه الحاجه اللي عايزين نعقمها من الاوضه اللي هي اوضه الغسيل تعتبر، فدي اوضه مش معقمه. بنعمل ايه؟ تغذيه الاوتوكلاف من الباب الثاني، ونقفل الباب اللي هناك ونبدا نعمل التعقيم. اما اجي ابدا استقبل الحاجه المعقمه ببداها استقبلها من الباب دهوت اللي هو المنطقه المعقمه او المنطقه العقيمه اللي احنا فيها دلوقتي. بالظبط. وبيكون المنطقة المعقمة ولازم تطلعها بطريقة معقمة. طب بعد كده بقى يا دكتور؟ وبرضه هنا مزودة بفرن تعقيم زي ما احنا شايفين. فرن تعقيم ده فرن تعقيم شغال. كل الحاجات دي يا دكتور؟ كل الحاجات دي شغالة طبعا. ما شاء الله. وشكلها أجهزة حديثة يعني. طبعا كلها كمبيوترايز. Thank you.
دكتور بعد ما خلصنا عقمنا ايه اللي بنعمل بعد كده؟ احنا هنا في منطقه انتاج الخلايا تمام، احنا عندنا طريقتين لانتاج الخلايا، في طريقه انتاج الخلايا وحيده الطبقه وفي طريقه انتاج الخلايا المعلقه. بالنسبه لانتاج الخلايا وحيده الطبقه، احنا زي ما احنا شايفين هنا عندنا ثلاث معامل للطريقه دهيت، ودي اللي بنستعمل فيها، دي اللي هي بتاعت وحيده الطبقه بالظبط. وحيده الطبقه ودي طريقه قديمه، احنا بس الفكره ان احنا اللي بنعمله فيها ان احنا عايزين نزود الانتاج، لان الـ تعتبر الخلايا هي الماستر بتاع البرودكشن بتاع اللقاح، لو ما فيش خلايا يبقى ما فيش لقاح. فبالنسبه لنا هنا هو الجزء بتاع انتاج الخلايا وحيده الطبقه، ان احنا نستعمل الازاز الزجاج عشان نواكب الوضع الحالي. زي ما احنا شفنا في الحضانات، احنا طبعا بدانا ندخل الازاز البلاستيك على اساس ان احنا نبقى عندنا كميه ازاز كتيره نقدر نواكب الاحتياجات بتاعه السوق المحلي. حاجه محترمه يا دكتور. بالظبط. فاحنا بالنسبه لنا هنا هو زي ما احنا شايفين ان احنا عندنا الازاز، الازاز البلاستيك ده اقوى احسن، هو بنفس كفاءه الازاز، الازاز بس بيزود الكميه، يعني بزود ده بقى النظام الجديد لانتاج الخلايا، النظام الجديد لانتاج الخلايا المعلقه. دي اول ستيب فيه اللي هي انتاج الخلايا المعلقه. احنا دي الحاجه الحديثه بقى، دي الحاجه الجديده والحاجه الحديثه. هو احنا الحمد لله يعني كان تم تدريب ثلاث اطباء، وانا كنت واحد منهم الحمد لله يعني في معامل ازلر في ايطاليا، واحنا والحمد لله برضو بالتعاون رحت المعهد، يعني حصل بعثه وتعلمته في ايطاليا. بالظبط كده. ورحنا احنا الثلاثه الزملاء كنا رحنا مع بعضينا، يعني الخلايا دي جبتوها من ايطاليا، وتم بالظبط يعني هم فري من الحمى القلعيه تمام. فبالنسبه لهم هو الموضوع ما فيش منه ادنى مشكله، هم عشان كده ادوها لنا ادونا الخلايا. لا لا والله يعني تعاون محترم جدا بينا وبينهم، يعني والناس ساعدونا بكل احتياجات، وحتى وقتنا هذا اي احتياجات بنسالهم على اي استفسارات او حاجه الناس بيردوا علينا بكل احترام يعني. هاي فاحنا بالنسبه لنا دي اول مرحله في انتاج الخلايا المعلقه. ندخل يا دكتور. هو زي ما احنا شايفين ان الباب معمول له لوك من بره، البتاع ده مش شغال عشان اللي جوه هو اللي يفتح. أكرم زكريا عبد الحق، أستاذ هنا في معهد المصل للقاعة العباسية. في الفترة اللي فاتت احنا سعينا ان احنا نتحصل على البذور بتاعة هذه الخلايا، ولكن معظم الناس الكمبيتيتور لينا او المنافسين لينا عارفين ان شاء الله لما يوصل لنا حاجة زي البذرة دي معون الله سبحانه وتعالى احنا قادرين ان احنا ننميها لحد البذرة دي ما تبقى حقول كبيرة واسعة. فعلشان كده كانوا رافضين في الاول خالص ان هم يدونا هذه البذور. فبالتعاون مع الجهات البحثيه وخلافه تمكنا من فضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نحصل على هذه البذور بالتعاون مع معهد ازلر في ايطاليا. ومن فضل الله سبحانه وتعالى رحت انا والدكتور ايهاب والدكتوره سعاد، رحنا قعدنا هناك لمده شهر كترينينج كورس، وكان الناس هناك بأمانة الله يعني ناس هيلبفول بطريقه طبعاً غير طبعاً عاديه غير عاديه. واللي عايز اقوله يقدرون إن العلم والعلماء يا فندم، وفعلا هم لحد وبعدين احنا جبنا منهم البذور هذه وابتدينا ننمي فيها، حتى لو وقعنا في تكنيكال ايرورز هنا بنقول لهم وبيردوا علينا يوم الاجازه بتاعتنا. مفهوم يا دكتور. طب يا دكتور اشرح لنا كده ايه اللي احنا فيه ده. اللي احنا فيه هنا ده معمل اللي بيسموه المعمل السسبنشن سيل. ايوه. احنا بنتحصل في الاول خالص ودي اللي كانت جايه لنا فيها الخلايا اللي جايه من المعهد بتاع ايطاليا. بتيجي في الاول خالص على هيئه حاجه بيسموها كرايوتيوب، حاجه بتبقى تيوب صغيره خالص كده محفوظه في الليكويد نيتروجين. أيوة. النيتروجين السائل بتبقى محفوظه في النيتروجين السائل كنوع من انواع السيد سيل. فكان اهم حاجه عندنا احنا شخصيا ان احنا نعملها عندنا، اول حاجه نعملها عندنا ان احنا السيد سيل الصغيره اللي هي تعتبر ملي دي اكبرها وانميها وارجعها انا شخصيا اعمل لها سيدنج تاني، علشان لا قدر الله عشان اطلع تاني عشان دي اللي تامني عشان ما اطلبش منهم تاني. مظبوط مظبوط. ما ده يبقى عندك انت السورس بتاعك. بالظبط كده. ده تعمل لها ريسورسنج ليك انت. الكرايوتيوب اللي هي بتبقى سنتي دي في الاول خالص بعملها زي اي معامله للاحاديه الطبقه او المونو لاير سيل. وبنحطها في دي بالذات برضو محتاجه انها تتحط في السي او 2 انكيوبيتور. اوكي. تو امبروف الجاز اكستشينج. ده الجاز ده. هي حضانه بتحتفظ بدرجه حراره 37 ولكن مزوده باسطوانه ثاني اكسيد الكربون، وفي جوه فلو علشان يعمل لي ديستريبيوشن للسي او 2 داخل الحضانه. فبتنمو وبتتكاثر هذه الخلايا جوه الحضانه، وبرجع اعمل لها سب كالتشرنج، يعني من الازازه الواحده يبقوا ثلاثه
ومن التلاتة يبقوا تسعة من اكسار 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 لحد ما حصلنا على عدد كبير من الخلايا احاديه الخلايا. وزي ما قلت لحضرتك رجعناهم تاني، خدنا جزء منه رجعناهم تاني عشان يبقوا سيد سل للخلايا. الله ينور عليك بالظبط كده. وكترنا منهم تاني وابتدينا بقى الخلايا دي بيسموها السسبنشن سيل او الخلايا المعلقه. يعني ايه معلقه؟ يعني لازم تبقى عايمه مش ادهيرنت سيل مش لازقه. فبنبتدي في الاول خالص ان احنا نمشي فيها وهي سيل لاين او ادهيرنت سيل، ولما بكترها اكترها اكترها ببتدي بعد كده اكترها واخدها من المونو لاير بتاعتي اقلبها في البايو رياكتور. ده بيسموه بايو رياكتور. فبوصل البايو رياكتور دوت بيتوصل بالكونسول بتاعتي وبالكمبيوتر يونت بتاعتي. شوفوا يا جماعه الكمبيوتر، الكمبيوتر يونت بتاعتي كل حاجه كمبيوترايز. ده بيقول لك الخلايا دي قد ايه ونظامها ايه وكل وعايشه ولا ميته. مظبوط. هقول لحضرتك عايشه ولا ميته انا بحكم عليها انا شخصيا. ماشي. علشان هو ده انا بقول له على البارامتر اللي انا محتاجها. محتاج التمبريتشر قد ايه، محتاج الديزولفد اوكسجين قد ايه. ده اوتوميتد سيل كاونتر بيعد لي الخلايا، بيديني الرقم بتاع الخلايا كلها وبيعرفني الدنيا جوه ماشيه ازاي. شاكرين يا دكتور اكرم على المعلومات القيمه دي. يبقى احنا كده المرحله الاولى مرحله انتاج الخلايا، ثم المرحله اللي احنا حضرتك بتوريها لنا دلوقتي هي مرحله حقن الفيروس. فبالنسبه لنا هنا في معملين لحقن الخلايا وحيده الطبقه، تمام. دي بتتحقن ب، احنا عندنا في مصر عتره الاي والعتره الاو والسات، والسات في منهم طب 2 سب لينج، تمام، او يعني هنقول سب سترينز من السات موجودين عندنا. فاحنا عندنا هنا اربع معامل، كل معمل بيبدا يحقن العتره بتاعته، بتجي له الخلايا ويحقنها ويبدا يحطها في الحضانه. خدنا الفيروس، جبنا اول حاجه الخلايا، عملنا الخلايا، حقناها بالفيروس، حقناها بالفيروس، جمعناها وشيكنا عليها. اهم حاجه جمعناها وشيكنا عليها، عملنا كواليتي، عملنا فيها نشوف نقاوتها، نشوف نقاوتها، وكمان نشوف التايتر قوتها العياريه قد ايه. هل لما حقنها في الحيوان هتصد ولا مش هتصد معايا؟ فالكلام ده احنا بنبتدي بيه خطوه خطوه زي ما حضرتك قلت. وبعدين بيخش بقى في عملية انه يجمع كل الفيروسات اللي اتحقنت ونبتدي نعمل لها انتاج تعبئة، وده اللي هنشوفه تحت ان شاء الله. خلاص. برضو في حاجة تانية أخيرة في معمل هنا اللي هو R&D اللي هو الريسيرش اند ديفلوبمنت. ده برضو المعمل اللي مسؤول عن التطور في اللقاح. يعني احنا لو رجعنا للهيستوري بتاع اللقاح قبل كده كنا بننتج اللقاح على الالومنيوم هيدروكسيد جيل، دلوقتي بننتجه على اويل. بنحاول نطور اللقاح عشان يواكب اللقاح، يعني نقف التغيرات اللي بتحصل في الفيروس بالظبط كده، وفي نفس الوقت قوه اللقاح. قوه اللقاح ان انا منزل احقن الفيلد بي اللقاح بتاعي ابقى مطمئن 100% ان مفيش ادنى مشكله خالص هتحصل. حبايبنا اللي بيسمعونا، وانا عارف ان احنا لنا البرنامج له شعبيه في الدول العربيه، احنا عايزين يا جماعه استخدموا اللقاحات دي، لان انا كنت بستخدمها بقالي سنين. ما شاء الله نتائج مبهره، ما فيش اي اثار جانبيه، حاجه مشرفه فعلا. يعني منتج اقوى من المنتجات اللي موجوده في اوروبا وامريكا، وصناعه مصريه 100%. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، نشوفكم بعد الفاصل. وحدة تعبئة لقاحات حيوانات المزرعة. الوحدة هنا مسؤولة عن إنتاج وتعبئة اللقاحات، بداية من استلام الـ inactivated virus أو الفيروس المثبط لغاية ما نوصل للمنتج النهائي. الوحدة هنا حاصلة على اعتمادات الدولية، حاصلة على اعتماد الـ GMP، وده عبارة عن ممارسات التصنيع الجيد من الأسرطة، وعلى اعتماد الـ ISO 9001 من الإيجاك.
بداية أول حاجة هنا في الوحدة إن أي مستلزمات الإنتاج بتخش لازم تتم عملية غسيل وتعقيم لها. بيتم عملية الغسيل في هنا إحنا في الواشنج روم هنا بيتم عملية الغسيل في أحواض الغسيل هنا وبعدين بيتم قص الأزايز البلاستيك في كونتينرز ستانلس وبتبتدي تخش جوه الأوتوكلافات عشان تعدي على المنطقة توصل للمنطقة العقيمة. لسه في معهد المصل واللقاح في العباسية، الكيان الجميل اللي انتوا استمتعتوا بالمناظر الطبيعية الرائعة وبالعلم الحديث وبالمعدات اللي على أحدث مستوى وبعلمائنا اللي هم أساس هذا الصرح، ومعانا عالمة من علماء مصر الأفاضل أكتر من 30 سنة في معهد المصل واللقاح. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، نورتوا الدنيا كلها. ربنا يخليك. معهد المصل واللقاح بالنسبة لحضرتك ايه؟ وطن. يعني اما تشتغل في مكان صرح علمي وتتحول الفكره من انك بحث علمي يتحول لمنتج يجيب فلوس للبلد، تبقى انت قاعد في وطن. يعني ده مشروع قومي. مشروع قومي كبير جدا، انت بتشتغل في سلعه استراتيجيه بيولوجيه، مش بتحمي صحه الانسان بس، دي بتحمي البيئه والبشريه كلها، وبتنتج منها اولا بتحمي ضد الامراض المشتركه، بتحمي البلد كأنه بالظبط انت محارب، راجل محارب بتشتغل في ماده بيولوجيه. يعني لا يقل دوركم عن دور الجيش. الجيش المواطن الجندي في ميدان القتال، احنا جندي في ميدان القتال. الله عليك. وناس كتير جدا اتعرضت للموت في وهي بتشتغل في تلك الامراض. لو عندنا تحصين للفيروس وتحصين للبكتيريا، هل ينفع نستخدم الاثنين مع بعض في نفس الوقت؟ طبعا ينفع. طبعا ينفع. ينفع طبعا. هل يدي نتيجه احسن من الفيروس لوحده؟ طبعا، لان دايما البكتيريا العدوى بالبكتيريا بتكون مصاحبه للعدوى بالفيروس، لان الفيروس بيبقى ايه الى حد ما ضعيف، البكتيريا بعد كده اما بتبقى مصاحبه للفيروس بتزود من الضراوه بتاعه المرض. أحد المحاربين في معهد المصل واللقاح، أو هي السبب الرئيسي لوجودنا في هذا المكان إن إحنا نغطيه إعلامياً، قلبها على المعهد قوي، بتتكلم من قلبها، تحس إن هي بتكلمك على بيتها أو حاجة بتاعتها مش بتاعة البلد، وهو ده الإحساس دايماً اللي عايزين كل الناس الوطنيين اللي بيشتغلوا مؤسسات وطنية يكون عندهم نفس الإحساس ده. من هنا مش من المكان ده بالذات، أماكن البحث العلمي تتطور الدول، تبقى انت قاعد في بيتك والفلوس بتدخلك عشان انت متطور وعشان انت راجل عندك علماء زي دول. دكتور انا عايز اسالك سؤال. اتفضل حضرتك. حضرتك سعيتي ان احنا نيجي هنا وسعيتي قبل كده لحاجات كتير وبتبذلي مجهود انا شايف فوق العادي. الحمد لله. الحمد لله. ليه يا فندم كل ده؟ ده معهد قومي، وده المكان اللي احنا بشتغل فيه، وده المكان ده مش اكل عيشي انا لوحدي بس، ده اكل عيش ناس كتير فاتحه بيوتها من المكان دوت. كمان ده مش مخطط ليا لوحدي بس، ده من مخطط التنميه المستدامه اللي سياده الرئيس بيدعو ليها وسياده الوزير، وكمان بتوجهات. بنوجه التحيه يا جماعه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الرائع، انا بوجه له تحيه بقى من قلبي لان انا شايف البلد بقت احسن الحمد لله، في تطور في كل المجالات، قادرين ان احنا يعني انا هقول لحضرتك حاجه يا ريس واتمنى رسالتي توصل لك. انا كنت بسافر دايما تملي، انا من المنصوره، كنت بسافر المنصوره ليل نهار اروح اجي سعيا لطلب الرزق من القاهره، والحقيقه كنت طول ما انا على الطريق بقعد ادعي على المسؤولين عشان كميه كنت كل يوم بتعرض لحاجات الموت، كنت بشوف الموت بعيني على الطريق ده، كان طريق صعب جدا. دلوقتي انا بسافر وبرجع بسهوله، بدل ما كنت بدعي على الناس زمان دلوقتي انا بدعي للمسؤولين وحضرتك على راسهم. والكلام ده مش مجامله، ولا انا بتاع مجامله ولا احنا بتوع سياسه، لكن وجب ان نلقي الشكر ونهنئ القياده بتاعتنا الحكيمه لان احنا بنغطي فعلا اللي هم بيعملوه. صرح عظيم، مؤسسه وطنيه
دخل قومي، مشروع قومي، علماء أجلاء، نقدر نقول من هنا لغاية سنة قدام المزايا والحاجات اللي احنا شفناها النهاردة في هذا المعهد العريق. بس لسه ما قلناش كل حاجة. انا عاوز دلوقتي احنا في ختام الحلقة، وعاوز اخد من الدكتور محمد سعد، الاستاذ الدكتور الفاضل اللي استضافنا النهاردة عنده في المعهد، واللي عرفنا من وراه من الناس اللي شغالين قد ايه هو عمل مجهود. هو للأسف النهاردة ما اتكلمش انه قال، او مش للأسف، ده نقدر نقول ده من احترامه، ان هو ما قالش انا عملت حاجة خالص طول اليوم. فكان الادعى ان احنا نروح نسأل الناس، دكتور محمد سعد عمل ايه؟ الحقيقة عمل طفرة في هذا المكان. الحقيقة كان فيه اجهزة مهملة، كان فيه اقسام مهملة بدأت تنشط، بدأ يبقى فيه فعاليات اكتر، وده كله ما ينفعش يعدي على الناس بالساهل. كنا اتكلمنا مع الدكتور محمد ان في اللقاحات حصل فيها تطوير في التعبئة، وحصل تطوير في الستيكرز، وحصل تطوير في الشكل الجمالي للعبوات، وشايفين قدامنا زي ما انتم شايفين الاشكال المختلفة من الانتاج، حاجة راقية جدا جميلة. والدكتور محمد كمان قال لنا على حاجة، ان هو ان شاء الله هيجيب كمان ديزاينرز، ناس محترفين هيعملوا الكلام ده، متبرعين لصالح البلد، ان هم يعملوا ديزاينز كمان اكتر واقوى واحسن باحدث التقنيات واحدث انواع الاستيكر، بحيث ان جودة المحتوى يدل عليها جودة الباكينج او جودة التغليف. متشكرين يا دكتور. احنا اللي بنشكر سيادتك وبنشكر الفريق اللي مع حضرتك، فعلا يعني الواحد حاسس ان هو في وسط جنود مقاتلين، ده حقيقه بقياده سيادتك، فعلا ناس محترفه وناس فعلا بتقدم اعلام هادف وبصوره توصل للمشاهد، بحيث انها بتوصل المعلومه اللي حضرتك بتبقى عايز توصلها. فاحنا بنشكر سيادتك على الحلقه اللي حضرتك اهديتها للمعهد. مفيش شكر ابدا، بالعكس يا فندم، ده انا اللي بشكر حضرتك وعلمائنا الافاضل على اللي احنا شفناه. ومش انا بس بقى يا فندم، ده الشعب المصري كله بيشكركم، على ان فعلا زي ما الدكتوره الجميله ايمان قالت لنا بره، قالت لنا كلمه بليغه جدا، الجندي يقاتل على الحدود ويقاتل للدفاع عن أمن الوطن، ونحن هنا نقاتل من أجل الدفاع عن صحة المواطن وصحتكم. وزي ما حصل ضحايا في الحرب، حصل ضحايا عندنا، ياما دكاترة ماتوا وهم بيعزلوا فيروسات وبكتيريا، وياما وزي ما قالت لي برضو إن الحرب البيولوجية أعتى وأقوى من الحرب النووية. استعمال، انتوا عارفين يا أولاد، لو انت مسكت بكتيريا، عزلت بكتيريا وعملت قنبلة بيولوجية من البكتيريا زي ما حصل وتم استخدامها قبل كده، زي ما الدكتورة إيمان قالت لنا، المايكوبلازما مويكويد عملت أبادت شعب كامل قبل كده بسبب قنبلة بيولوجية أعتى وأقوى من هيروشيما والقنابل النووية. هي القنابل البيولوجية اللي بيحميكم من ده، دكتور محمد سعد والعلماء الأفاضل الموجودين هنا. دكتور، إيه دور الدولة؟ طبعا دور الدولة ان معهد بحوث ومصالح الكهرباء والبطارية هو معهد بحثي قومي حكومي، الدولة بتدعمه كل الدعم، وفي توجيهات من القيادة السياسية ان احنا نفضل المنتج المحلي عن اي منتج اخر مستورد، وده اللي مشجعنا ان احنا فعلا نقاتل في مكاننا، ان احنا نقدر نكون عند حسن ظن القيادة السياسية ودعمها المستمر للمعهد. ويمكن الدعم ده هيظهر قريب قوي للناس في تطوير قسم انتاج اللقاحات الفيروسية للطيور. القسم ده بيتم تطويره الان على احدث مستوى ليواكب متطلبات الاعتمادات اللي واخدها المعهد، لان المعهد زي ما سيادتك عارف حاصل على 3 شهادات اعتماد دوليه، الجي ام بي و9001 و17025. وان شاء الله بعد ما القسم ده يتم تطويره هيقدر ان هو يغطي مساحه كبيره جدا من احتياجات لقاحات الطيور، علشان نقدر نقلل الفجوه الاستيراديه وفي نفس الوقت نحافظ على العمله الاجنبيه، ويمكننا من زياده القدره التسويقيه في المعهد، لان المعهد الحمد لله قدر الفتره اللي فاتت ديت ان هو يسجل منتجاته في دوله الامارات وفي دوله الكويت، وجاري الان التسجيل في دوله السعوديه وفي دوله السودان الشقيق، وقدرنا نزيد القدره التسويقيه بتاعنا في الدول الافريقيه عن طريق تعاقدات مع شركات عديده لتمثل المعهد في الدول ديت. كمان المعهد قدر الحمد لله الفتره السنتين اللي فاتت دولت ان احنا نسجل
14 منتج جديد لم يكن ينتج من قبل. راعينا فيهم الوضع الوبائي اللي موجود في البلد، راعينا فيهم ان احنا نعمل لقاحات مركبه علشان نقلل التكلفه على الساده المربين، لان زي ما سيادتك عارف ان الناس بتحسب التكلفه الاقتصاديه هي اساس الشغل بتاعهم. وده طبعا ما بيغفلناش الدور الرئيسي للطب البيطري وللمعهد ان هو يمنع الامراض اللي بتتنقل من الحيوان للانسان. يعني بنسمع كتير ان في دول مجاوره كان فيها حمى الوادي متصدع، والحمد لله بفضل الله ثم لقاحات المعهد والدور القومي والتشابك والملحمه الكبيره اللي موجوده في وزاره الزراعه ما بين المعهد والهيئه العامه للخدمات البيطريه والمعاهد البحثيه زي معهد بحوث صحه الحيوان ومعمل المركز للرقابه على صحه الحيوان البيطريه، بنقدر نوفر اللقاحات اللازمه لحمايه الثروه الحيوانيه لعدم انتقال هذه الامراض للانسان، لانها امراض مشتركه ممكن تؤدي بحياه الانسان. زمان كان الناس في معهد المصل واللقاح زي ما انا قالوا لي الدكاتره وعلمائنا الافاضل هنا، قالوا لي كنا حاسين ان احنا موظفين نروح المكان ونطلع الساعه 2 ونروح بيتنا، واللي يروح ليقعد مع المدام واللي تخرج مع جوزها وخلاص والموضوع انتهى على كده. رجع الحلم ده، حلم البحث العلمي، ورجع النشاط بتغيير القياده. فده يدينا حاجه، يعني حاجه بسيطه جدا، زي ما القياده عملت غيرت في احساس الناس، مع ان هم هتلاقيهم بياخدوا نفس الفلوس بياخدوا نفس كل حاجه، بس القياده فقط اختلفت. فلما اختلفت القياده تغير كل اللي تحت القياده دي بنفس فكر القياده الجديد، فالسيستم كله استفاد. هو ده تملي اللي بنقوله يا جماعه يا اولاد، احنا لو مسكنا، لو كل حته في البلد راعينا ان احنا نحط قيادي، مش بتكلم بقى على فساد او غير فساد، انا بتكلم على عقليات يا جماعه. الناس المحترمين كتير، بس ممكن تجيب واحد محترم وتحطه في مكان مش بتاعه، ففي الاخر باهماله هيبقى اسمه فساد. انا بقول لك حقيقه، انا الفساد ليس ان انا اسرق، الفساد ان انا اكون محطوط في مكان وانا مش قده، ففي الاخر انا مش هادي مظبوط، وفي الاخر البلد تتضر. انا بوجه الشكر ليك يا دكتورنا العزيز، ومتشكرين ليك باسم شعب مصر كله. ويعني انا عاوز اوجه رساله لكل علماء مصر، بوجه لهم الرساله دي من عن طريق الى حضرتك. انا حضرتك زي ما انت، احنا هنقبل ناس حضرتك. الله يبارك لك يا باشا، ربنا يخليك. دي قبله لكل علماء مصر، لكل واحد بيحارب عشان البلد دي. مش لازم يحارب يعني يمسك مسدس او يمسك بتاعه ويروح يعمل حاجه، لا، بيحارب عشان يطور، بيحارب عشان ينجح، بيحارب عشان يتعلم، بيحارب عشان يفيد بلده، بيحارب. انت عارف ممكن تحارب بايه؟ ممكن تحارب ان انت تبقى مواطن كويس، بس ما ترميش زبالتك في الشارع، تقدر اللي اكبر منك وتحترم اللي اصغر منك، وتعطف على كل مخاليق ربنا. والرسول عليه الصلاه والسلام لخص لنا الكلام ده كله او رحله الحياه في جمله واحده: حب لاخيك كما تحب لنفسك. اشوفكم على خير، وحلقه جديده من 60 شو انتظرونا. We'll be right back.